الجولة هذه كانت بناء على واحد الطلب منهم، هما ماشي الاول صراحة. النهار اللي وصلت هنا المقاطعة لقيتهم وصلوا لواحد المستوى ديال يعني ما عندهمش ما كانش عندهم واحد يعني با ساتيسفي دو سكي اي تي في. وحنا كنعرفوا جميعا ان المشكل الكبير ديال لي زانفيستيسمون اللي كيديروا في دار البيضاء انه ما كيكونش واحد لونتروتيان دائم باش نصلحوا، حيت ما يمكنش الحاجه تصاوب غير مره واحده وما تصلحش، خاصنا الاستمراريه في الاصلاح باش اللي تهرست تصوب. هذا الشيء عادي كيوقع في جميع النواحي وفي جميع الاماكن في العالم، ملي كتصوب شي حاجه خاصها تصلح، ما يمكنناش نبقاو نخليوها هكاك الى الابد. اذا كاينين شي حوايج اللي ما داروش اصلا كيف ما خاصهم يداروا من نهار الاول، اللي خاصنا نتداركوا فيهم الموقف، وكاين شي حوايج اللي داروا مزيان ولكن خاصهم يتصلحوا مع الوقت. اذا وقفنا على الحواجز، كاين المشكل ديال الرصيف، كاين المشكل ديال لافونتان اللي فيها واحد الدرجات اللي كيشكلوا خطر على المرور، كاين المشكل ديال تبيض الواجهات، كاين المشكل ديال احتلال الملك العمومي حتى هو خصنا نهضروا عليه، راه مهم. بزاف ديال التجار الله يهديهم اللي ما كيحترموش الملك العمومي كياخذوا واحد المساحه كبيره من التروطوار، ما كيخليوش الناس منين يدوزوا. المهم هادو اشياء غادي نوقفوا عليها، وكنتمنى اننا غادي نحلوا المشاكل ونرجعوا لهاد المعلمات التاريخيه المكانه اللي كانت عندها، حيت هنا راه هو القلب النابض ديال الدار البيضاء، وهذا هو المركز التجاري بامتياز ديال الدار البيضاء. المباني الاثريه ديال التراث المعماري كان درت فيه واحد ليتود من طرف الهيئات المختصه، لاجونس اوربان ومجموعه من الهيئات الاخرى ومينيستر دو لا كولتور. هذا هو المشكل اللي كان مدمج في نقاط جدول الاعمال ديال الدوره اللي فاتت، واللي سوء الحظ ما كانش يمكن لنا نداولوها ونهضروا عليها. انا هذا المشكل كنهتم به بزاف. علاش؟ خاصنا نديروا واحد اللقاء مختص ونخصوا فيه هذه المساله هذه ونهضروا عليها بواحد الشكل شاسع. التراث المعماري ما كيمكنناش نصلحوه بدون اذن من عند لاجونس اوربان اللي كتعطينا الاذن باش نصلحوه، والاصلاح كيخضع لمجموعه من المعايير، وهذوك المعايير كتكلف موارد مهمه وتكاليف مهمه اللي يمكن مول الملك ما عندوش. اذا خاصنا نوقفوا على هذه المشاكل ونشوفوا كيفاش نديروا باش الناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يصلحوا هذا التراث المعماري اللي في ملكهم نعاونوهم ونحاولوا كيفاش نصلحوا هذا الشيء. سينو كاينين شي بلايص اللي كاينين شي مباني اللي تابعه لحدابه الجماعه، هذوك حتى هما خاصنا نوقفوا عليها. كاين الناس اللي باغيين دابا يصلحوا، كاين اللي باغيين يعاودوا يبنيو، كاين الناس ولكن ما عندهمش دابا لوتوريزاسيون باش يقدروا يقيسوا هذا التراث، وهذا التراث دابا في خطر. علاش؟ اولا غادي يمشي لينا يضيع، حيت الا ما صلحناهش غادي يريب، وكيشكل خطر على المرور، حيت الا طاحت شي حاجه غادي على المرور على الماره وعلى السكان. اذا هذا مشكل كبير خاصنا نوقفوا عليه بواحد الطريقه ناجعه، وخاصها تكون واحد خاصها تكون سوليسيون راديكال دابا، ما يمكنناش نتسناو اكثر من هذا الشيء. كاينين بعض البنايات اللي عندها اكثر من 50 عام 60 عام، ما يمكنناش نبقاو نتسناو اكثر من هذا الشيء. اذا هذا مشكل كبير اللي طرقتي ليه، وخاصنا نجلسوا ونهضروا عليه بواحد الطريقه شموليه ونشوفوا كيفاش نوقفوا عليه بالمساعده ديال السكان والتجار.